بداية، ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. الاجتماع تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوبائي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب ومدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة وشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن. وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للأسبوعين الماضيين، تم الاستماع لعروض السيدة والسادة الوزراء حول مختلف القطاعات.